السابق كانوا يصنعون الملابس محلياً حسب الحاجة، وبالتالي تستهلك لفترات أطول وتعكس ثقافة البلد وثقافة الناس. لكن في وقتنا الحالي ومع الثورة الصناعية، كيف نقدر نتبع أسلوب الموضة البطيئة بجودة عالية وكمية أقل؟ رح نتكلم عن الفرق بين الموضة السريعة والبطيئة مع ضيفتنا أستاذة منيرة العبدالله خبيرة مظهر. أهلا وسهلا فيك أستاذة منيرة. الله يسلمك ويسعدك إن شاء الله. مساء الخير عليكم جميعا. أهلا وسهلا مساء النور أستاذة منيرة. في البداية لما نتكلم عن الموضة البطيئة والموضة السريعة، وش الفرق بينهم؟ الموضة البطيئة هي صناعة قطع ملابس مستدامة بخامات جيدة وبجودة عالية، يعني تكون لها عمر أطول، تكون ما لها وقت محدد أو عمر معين، ونقدر نلبسها على المدى الطويل، غير كذا ما لها تأثير على البيئة. الموضة السريعة هي صناعة كمية هائلة من الملابس بخامات رديئة وبجودة سيئة، راح تكون أكيد يعني عمرها قصير ولها وقت محدد، وأكثر ما تطلع في وقت الهبات أو الترند، ويكون أكيد الاستغناء عنها بشكل سريع ويكون تأثيرها عالي على البيئة. فهذه الفرق بين الثنتين. هذه كارثة أستاذة منيرة، كارثة بيئية. هذه كارثة لأنه إحنا قاعدين ندمر الكوكب اللي قاعد يعطينا، وإحنا قاعدين ندمره. وهذه للأسف أنا قاعد أشوفها بكثرة. الشركات الضخمة العالمية اللي أصلاً تبغانا إحنا نصير مستهلكين للملابس، نعامل الملابس معاملة الله يعزكم يعز السامعين مناديل فعلاً. فإحنا الواحد يلبسها لبسة واحدة ما يمديك تغسلينها، خلاص انتهى، جودتها سيئة والخامة المصنعة منها ليش سيئة. هم سووا كذا أستاذة منيرة إذا تسمحي لي؟ عشان تشتري مرة ثانية. أي هذا هو. فلذلك إحنا يا المستهلكين كيف ممكن إن إحنا يعني ما نستهلك الملابس بالطريقة الغريبة هذه؟ هو أول شيء لازم يكون عندنا وعي تام تجاه مفهوم الملابس. لازم إحنا نرفع وعينا تجاه الملابس ونعرف احتياجنا، نحدد احتياجنا بشكل واضح، ونختار الخامات الجيدة والأماكن المناسبة اللي توفر لنا خامات جيدة. فإذا الإنسان أول شيء حدد احتياجه بشكل واضح راح يخف استهلاكه العالي في الملابس. صحيح. وأكيد اختيار الأماكن الجيدة والخامات الجيدة ومراعاة أنها تكون صديقة للبيئة، أكيد كذا راح نكون يعني راح نتسوق بعقلانية. أستاذ ميرا، أنا أشوف السابق تغير عن الآن كثير، خاصة بين جيل الشباب. كيف؟ أول كنا نشتري اللبس وعادي نلبسها مرة مرتين ثلاثة أربعة، أروح أزور فيها عماني، أروح أزور فيها خوالي، أروح أزور فيها صديقاتي، أطلع فيها، عادي وضعنا. الآن نلبس اللبس مرة واحدة ما عاد بنشوفه في الدولاب. فيمكن هذا سبب من أسباب التغيير اللي إحنا قاعدين نشوفه، والمواقع اللي طلعت في النت بأسعار جدا قليلة. تناسب وضع البنات حاليا. أنا أعرف واحدة من البنات تقول أنا أقضي من موقع معين عشان أرتاح نفسيا، ألبس اللبسة وذبها خلاص، ما ألبس مرة وأصور فيها وكل شيء حرقت علي. فأنت تشوفين إنه الموضة البطيئة مهمة لهذه الدرجة في هذا العصر، في هذا الزمن، في هذا الجيل، مع هذا الجيل؟ تكمن أهميتها فعلا في رفع مستوى وعينا ومفهومنا تجاه الملابس. أول شيء راح ترفع قيمة اللبس اللي احنا نلبسها، نصير احنا نلبس القطع أو نشتري القطع كاحتياج مو كرفاهية. فلما نعرف احتياجنا للقطع بشكل محدد وراح نشتري قطع يعني بجودة عالية وبشكل واضح، أول شيء حتى يخف هدر الوقت في التسوق، يخف هدر المادي. إيه بس السوق صار كله، وغير كذا تكون القطع يعني إحنا لازم نراعي البيئة اللي إحنا نعيش فيها، لازم أن تكون المواد صديقة للبيئة خاصة اللي نستهلكها على المدى الطويل. بس أستاذة ميرا أنا والله العظيم لما أنزل السوق ألاحظ أنه 3/4 القطع رديئة الصناعة طبعاً. كلها بلاستر وأشياء يعني فعلاً. يعني نفس الموقع الرخيص اللي نطلب منه نفسها بس بسعر دبل. فيمكن عشان كذا بعد لا في قطع صناعة كويسة، فالناس صارت تستخدم هذا الطريق من هذا المواقع. المسألة هنا أن لازم أول شيء نحن نشوف الخامات المصنعة من القطع قبل ما نشتريها عشان يدوم عمرها وعشان يكون وقتها أطول، غير كذا تكون مصنوعة في بلد. لازم نراعي جودة المنتج، نوعية القماش، جودة التصنيع وبلد التصنيع.
طيب يعني أنا كمستهلك عادي خصوصا البنات يعني إحنا نحب الفاشن ونحب دائما نشتري ملابس جديدة أصلا هذا بالحالة شعور حلو يعني يجيب السعادة فلما أجي أختار قطعة على قولتك أستاذة منيرة يعني أنه أنا أبحث عن الجودة وش الأشياء المعايير اللي أنا المفروض أني أتفحصها وأشوفها قبل ما أنا أستثمر في هذه القطعة؟ أولا لازم تكون القطعة مصنوعة أغلب إذا ما كانت بشكل كامل من المواد الطبيعية على الأقل تكون من نسبة زي إيش مواد طبيعية؟ مثل الحرير، القطن، الكتان، الخامات الطبيعية أو يكون على الأقل نسبة البوليستر فيها بنسبة قليلة ونحاول نتجنب شراء الملابس اللي مصنوعة من البوليستر بشكل كامل. مصيبة هذه ما اشترينا شيء كله بوليستر لازم يكون في كمية البوليستر في الملابس بكمية على الأقل قليلة أنا أشوف أنا بنسبة على الأقل 50% ممكن تكون مقبولة. طيب هل لازم نسأل أنفسنا إحنا نحتاجها مع إنه أنا عارفة هذا الجواب نحتاج نشتري هذه القطعة ولا لا؟ لازم نحتاج خاصة مع فرص التخفيضات أو السفر أو لما يكون الإنسان مسافر أو موسم التخفيضات أول شيء لازم نشتري القطعة نوقف قدامها ونشوف مدى احتياجنا لها يعني نشتري القطع على قدر احتياجنا مو على قدر الإعجاب دائما نحتاج دائما دولاب لا الفاضي. ما هو دائما احتياج احنا دائما ننزل السوق في قطع تعجبنا وفي قطع نحتاجها اكثر شراءنا على مبدا الإعجاب فهذه اللي القطع اللي نشتريها لانها يعني عجبتنا هي اكثر شيء يكون مركون وفي وقت طويل في الخزانة نعم طيب عشان يعني نخلي هذه الموضة بطيئة وعشان يكون عندنا قطع كثيرة نقدر نلبسها يعني بما أنك خبيرة مظهر أستاذة منيرة إيش القطع اللي أنت تشوفينها قطع استثمارية من مبدأ أنه أنا أقدر ألبسها بكذا طريقة وما يصير أنه أنا مثلاً مها والله هي كررت هذه القطع أكثر من مرة فممكن يوم ألبسها بحزام يوم بدون حزام يوم بجاكيت يوم بدون فيليت لو تكلمينا أكثر عن القطع الاستثمارية هذه الأساسية القطع الأساسية اللي لما أكون أول شيء اللي تكون ألوانها محايدة اللي تكون خاماتها جيدة الكواليتي حقها عالي تكون نقدر نلبسها بشكل يعني نقدر نلبسها بشكل بكذا شكل وبكذا تنسيق هذه أنا دائما أشوفها القطع الاستثمارية ولازم يكون في خزانة كل سيدة كذا قطعة استثمارية تكون مركز شيء يعني ترتكز عليه الإطلالة كاملة جميل والله أنا أتمنى أن البنات والسيدات يعني يسمعون كلامك ياخذونه بعين الاعتبار لأنه فعلا اللي قاعد يصير أنا أشوفه شيء وللأسف أنا ماني بطلع منها يعني كلنا. حتى كلنا قاعدين نشتري يعني بشكل يعني خصوصا إحنا يمكن في مجالنا أودي والأستاذة منيرة نستهلك ملابس فلذلك يعني محزن اللي إحنا قاعدين نسوي في البيئة لأن هذه الملابس وين بتروح في النهاية بترجع على بيئتنا وتلوثها أستاذة منيرة العبد الله إحنا نشكر لك تواجدك اليوم نشكر لك قبولك هذه الدعوة شكرا جزيلا شكرا مشاهدينا خلونا نطلع هذا الفاصل وبعدين مكملين